السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الأوفياء، كنرحب بكم في قناتكم التعليمية عالم الأميرات للمعلم زهير. كنتمنى من الله تكونوا بألف خير وتكونوا بصحة جيدة، وكنتمنى هذا الفيديو يلقاكم جميع أحوالكم طيبة إن شاء الله. كنشكركم بزاف على تعليقاتكم، على كلامكم الطيب، على تشجيعاتكم. ربي يجازيكم بكل خير وربي يوفقكم. اليوم ان شاء الله انا عند الوعد ديالي وتحقيقا لرغباتكم. طلبوا لي بشده يعني الاخوات طريقه الزمرد يعني جديده اللي من ابتكار المعلم زهير، بغاوها يعني في الستوك. اليوم ان شاء الله انا غادي ندير لكم هذه الطريقه ديال الستوك، وان شاء الله يعني سهله وبسيطه، خصكم تتبعوا معايا الشرح ان شاء الله، وكل شيء غيكون مفهوم وكل شيء غيكون سهل عليكم ان شاء الله، وتستافدوا معنا في هذا الفيديو. غادي نبداو على بركة الله. بسم الله. كنحتاجو في هذه الخدمة زمرد كما كتعرفوا. انا اليوم ان شاء الله نخدم لكم بالزمرد النمرة 3، النمرة 3 كنكرر يعني ماشي الرقيق، هذا النمرة 3. اختاريته يعني في الاسود باش يبان لكم في هذا اللون، يعني هذا الدم الغزال كيجي زوين مع الاسود. كنحتاجو الحرير ديال القصبه مبروم على جوج شعرات، كنكرر جوج شعرات، لانني هانتوما كما كتلاحظوا هنا في البدايه يعني هنايا، الا لاحظتوا الفرق بين الغراز راه واضح، بين الغراز هنا وبين الغراز هنا اللي في التوب، يعني واخا ما عندناش الغراز يعني مع العقيق، ولكن اللي في التوب هانتوما شوفوا كي باين المنظر ديالهم، يعني ماشي بحال على جوج شعرات، حاجه على جوج شعرات يعني متوله وزوينه في النظره وانيقه يعني، وشي حاجه يعني متقونه. اكيد هانتوما الفرق راه باين لكم، انا راه ما كتساعدنيش ثلاثه الشعرات واخا غير الضربه في التوب، يعني ما كتساعدنيش في الخدمه، لانني ولفت من النهار اللي تعلمت انني كنخدم بجوج شعرات، صافي يدي ولفات على جوج شعرات، يعني ما بقيتش نقد نخدم على ثلاثه الشعرات، باش تكونوا يعني متفاهمين نتوما والاختيار ديالكم بالنسبه للزمرد النمره 3. ممكن تخدموه نتوما كمثال بالخيط على ثلاثه ديال الشعرات. واحد الملاحظة مهمة، انكم فاش ديروا الابرة في الفتلة حاولوا ما امكن تخليوا الابرة قريبة للنهاية ديال الفتلة. انا نقول لكم علاش، لان فاش كنديروا الزمرد في الحرير في الفتلة وكنرجعوا فيها يعني الفتلة المرة الثانية، كي يقدر يتحسك لنا شوية الحرير من عند الابرة، يعني من الاحسن باش ما تضيعوش في الحرير يعني الفتله خليوها في المنتهى ديالها في الاخير، يعني باش حتى يعني تجرحات او تحسكات يعني ماشي مشكل، ديك الساعه لا قطعنا منها غيكون غير طرف صغير ما نضيعوش يعني في النص مثلا ديال الفتله. كما قلت لكم الحرير مبروم على جوج شعرات بريم مزير يعني شويه ومتيري يعني مجبد هانتوما. ليبرا النمره 9 انا باش كنخدم، ها هي دابا غادي نبداو الخدمه ديالنا والشرح ديالنا على بركه الله. تبعوا معايا هانتوما، انا يعني خدمت السليته الاولى اللي غادي تهود مع الهبطه بالنسبة للستوك، هادشي الا كان الستوك مفتوح، اما الا كان مسدود يعني بالتوب
صافي يعني كتبداو بعقيقة واحدة من هنا لهذا الجانب صافي، وكتكملوا الخدمة كما غنوريكم دابا ان شاء الله التقنية والطريقة ديال هذه الخدمة. غادي نبداو دابا الخدمة ديالنا، ناخد انا الزمرد حدايا، خليه قريب مني. بسم الله على بركة الله. هانتوما غنجيو للغرزة ديال البداية، غنديرو مثلا السريفة ديالنا ديال الفتلة الجديدة اللي غنطلعو بها في نص السطوق. نص السطوق ديالي طبعا بعد ما طويتو، يعني طويتو بعد نوريلكم من الداخل، يعني طويتو وعاد غادي نبدا فيه الخدمة. هانتوما يعني عادي بحال نخدمو يعني براندا باش نكونو متفاهمين. هانتوما يعني ريقلتو هنايا، هانتوما هادو د الهوابط، وريقلتو طويتو ونبلتو عادي. دابا غادي نبدا الخدمة ديالنا كيما قلتلكم. صافي كتبقى هاد الفرق هنا ديال عقيقة بين كل طرف، يعني بها غنكملو الخدمة ديالنا كبداية. غادي نثبت التوب ديالي هكا باش ما يديرونجينيش في الخدمة، يعني نخدمو انا مرتاح. كنثبتو من جميع الجوانب، يعني كنثبتو من هنا ومن هنايا، هنا في التاليد هادي وفي التاليد هادي عاوتاني كنثبتو، وكنثبتو هنايا باش ما يبقاش يعني يمشي ليا نص طوق ويجي، يبقى مثبت على الخدية في الخدمة، يعني وما غادي تجينيش مع شي صعوبة. كما قلت لكم دابا غادي نبداو الخدمة ديالنا. هانتوما يعني هذه الغرزة بحسوبها بحال لي غرزة هنايا، غادي نزيد وحداها قريب ليها غرزة يعني الثانية بحال هكا، شفتو عادي يعني ما نشربو التوب ما نجبدوه ما والو. غادي ناخدو العقيقة ديالنا بحال هكا، لاحظوا مزيان دابا البداية كتكون من جوج فتحات، فتحة هنا فوق العقيقة وفتحة هنا يعني تحت العقيقة، شفتو. دابا غادي نجي لهادي اللي هنا تحت العقيقة وغادي ندخل فيها الخيط وليبرة فراغ، وغادي نرجعو هنا في هاد العقيقة بحال هكا شتو، وغادي نجبد الفوق عادي، هي شدات المكان ديالها. غادي ناخد العقيقة الثانية ما نجيش هنا ونشد في التوب بغرزة، لا غادي نجي هنايا في هذا الفراغ اللي عندي هنا، غادي ندير ليبرا يعني والفتلة فراغ، يعني ما غادي نديرهاش يعني معقودة غرزة. هانتوما غادي نرجع نفس الشيء هنا في العقيقة يعني هكا بسهولة وببساطة. انتوما غير بيد وحدة كنخدم باش تشوفو يعني لأنها بسيطة، ما كتحتاج منكم لا زيار لا مجهود لا حتى حاجة. لاحظوا مزيان غادي نشوف هنايا الحرير، يعني الخيط الحرير فين غادي يوصل ليا، دونك غادي نجي هنايا شتو، غادي نجي وبلا ما نزير غادي ندير غرزة بحال هكا، وما نخليش عاوتاني توب هارب هنايا على العقيقة، خصو يجي لاصق هنا في العقيقة شتو بحال هكا. غادي نجي هنا حداها غادي ندير غرزة ثانية هانتو بحال هكا، لاحظو مزيان غادي ندير العقيقة، يعني دابا بحال لي كنزيدو الغراز في الراندة العادية، دابا راه كنديرو الزيادة بالعقيقات باش تفهمون. هانتوما كنخرج الفراغ ونرجع هنا هانتو صافا، هي شدات بلاصتها يعني بسهولة وببساطة. غادي ناخد العقيقة
الثانية، غنجي هنا بينهم بين جوج اللوالة، كاين داك الخيط بحال غرزة الماكينة يعني باينة، وهذه كتساعد حتى الناس اللي ناقص لهم النظر الله يحسن العون وعندهم نظاظر، يعني سهلة ليهم بزاف، يعني كل شي فيها باين. فهمتو؟ غادي نشد الحقيقة الأخيرة هنا في هذا الصف، غنركبها. لاحظوا مزيان، نجي لهذا الفراغ شفتو لي هنا، غادي ندوز غير الإبرة والحرير يعني فراغ ونردو في نفس العقيقة. هانتو بحال هكا شفتو، هي شدات بلاصتها المكان ديالها. لاحظوا شنو غادي ندير دابا انا هنايا، هنايا غادي نشوف عاوتاني كيما درت هنا، غنشوف الخيط فين جاي مستقيم وما نهربش بزاف مثلا هكا مايل، وما ندخلش هنا بزاف. لا دخلت هنا بزاف، شوفوا لاحظوا هتمشي لنا الخدمة بحال لي دائرية، يعني يجي فيها الديفو. من الأحسن بحال هكا تشدوا العبار، زيدوا قربوا التوب لآخر عقيقة، وشوفوا هنا الحرير فين واصل، وشدوا الغرزة بحال هكا اللي درت أنا شفتوا، والجبات حدو يعني وصل التوب هنا للطرف د العقيقة صافي، يعني ما بقاش الجبات كتر صافي. خليو شوية د الفراغ فين غادي تركب العقيقة الموالية، غادي نديرو كذلك هنا جوج دقات بحال هكا في التوب. غادي ناخدو العقيقة ديالنا، غادي نجي لهنا لهاد الفراغ اللي خليت، هانتو غادي نرجع في العقيقة عادي شفتو، يعني شدات المكان ديالها بسهولة وببساطة مع الغرز اللي درنا في التوب. دابا غادي نكمل الخدمة ديالي يعني نفس الطريقة، ولا لاحظتو كانت عقيقة رجعوا جوج رجعوا ثلاثة، دابا غيرجعوا في هذا الصف ان شاء الله أربعة. غادي نشدو بحال هكا غير باش نتبسو العقيقة ونرجعو فيها بحال هكا الإبرة والحرير شتو، يعني بسهولة مكتحسهاش حتى شي حاجة. هنا شوية جاونا هاد الغرز هنا مايلين، غنديرو بيناتهم هكا، هلا غادي نوسعوهم. هانتوما شتو، هاهي وقفات الخدمة مزيان. مرة أخرى غادي نزيدو نبعدهم شوية باش ميجيوناش، وحاولوا تزيروا يعني الخدمة السابقة فاش تبغيو تزيروا هاد العقيقة مثلا، حتى نجبدوا الخيط نزيروا اللي قبل منها باش تمشي الخدمة كلها مدقوقة من الأول. هانتوم على هاك، غادي نزيدو عاوتاني العقيقة ديالنا، غادي نجيو لهاد الفراغ وندخلو الإبرة والحرير، غادي نرجعوه في نفس العقيقة. هذه الطريقة بحال اللي كنزيدو الغراز، وحنا كنديرو دابا الزيادة بالعقيق. غادي نجي هنايا بحال هكا، غادي نشد هنا كيما قلت لكم، غنشد حتى يوصل الثوب للعقيقة صافي. ديك الساعة لا بقى شي فراغ غادي نخليه فين نركب العقيقة اللي موراها. فهمتوا؟ إذا شفتو هنايا بحال هكا كتجيكم، لأن قربتو الغرز، حاولوا تبقى تبعدو شوية بين الغرز كيما درت أنا دابا، باش يعني يجي هنايا غادي الخدمة مسرحة. هانتوما تشوفو هنا ندير هادي يتغير يعني النظرة ديال نصتو. دابا غادي نكملو عادي هنا هاد الصف، دابا فاش غنهبطو غادي نديرو فيه خمسة العقيقات وهكذا، حتى كنساليو حنا العدد اللي بغينا محتاجين ديال العقيق. بغينا مثلا 10 20 اللي بغينا، وحنا غادي كنخدمو حتى نوصلو للعدد اللي بغينا ونوقفو، يعني هادي حاجة مفهومة. انا نرجع دابا في العقيقة عادي، لاحظوا مزيان السكة تبقى مرخية، غنحاول نجبدها عند اختها ونجبد عاوتاني في نفس الوقت هكا هكا في الاول، ونرجع نجبدها هكا، يعني حتى كنشوف غرزة نفس الغرز اللي بقاو بحال الخياطة د الماكينة
هانتوما شفتو، كنشوف يعني العبار نفس العبار اللي داز مقبل، هانتوما بسهولة كنجر هنا في الأول باش لا كان شي خيط شايط كيتزير، وكنرجع نجبد لتحت. غادي نزيد نكمل الحقيقة ديالي على هكا. دابا هادشي كله مفهوم، يعني باش نمرو يعني اللي جاي من بعد. هانتوما بحال هكا، غادي نزيدو عاوتاني الرقيقة الأخيرة هنا، ها هي. والعقيق راه مع بعضياته كيتلاصق، راه كيشد العبار من السطوق ديالنا. هانتوما دابا هنايا غادي نجي هنا مثلا، لاحظوا مزيان، شوف غادي ندير بحال نزير، وما نزيرش كما قلت لكم بزاف. ها هو السطوق ديالي ما بقاش مايل هنايا، غادي يبدا يتقاد. غادي نوسع هنا الغرزة اللي كندير حدا الاخرى، شفتو. هانتوما دابا الخدمة ديالنا غادي تطلع مقادة ومريقلة. غنجي هنا لهاد الفراغ، غادي ندير عاوتاني هنا نفس الشيء اللي درت، هانتوما شتو زيرت حتى هاد الفتحة اللي كانت هنا تزيرات، يعني نردو لها شوية العقيقة اللي هنا للطرف. هانتوما شتو هنا ما زيرتش بزاف، حيت بحال هنا باش تبقى فين غنديرو العقيقة اللي جاية. غادي نمشيو عاوتاني نفس الشيء، وغادي نرجع معاكم. يعني انا نخدم شوية يبان يعني في، وغادي نرجع معاكم يعني نقلب، نقطع الثوب من الداخل ونقلب من السطوق، يعني نريقلو في النشابة. وغادي نرجع ان شاء الله معاكم باش نكملو الخدمة ديالنا والشرح ديالنا، كيفاش تحبسو الخدمة يعني، وكيفاش كتطوى الخدمة ديك الساعة يعني نسطق، وباش نمشيو فيه مسرحين. انا نرجع معاكم يعني دابا شوية باش تشوفوا يعني التتمة. انا رجعت ليكم من بعد يعني ما درت مثلا 8 ديال العقيقات عندي في الصف، 8 ديال العقيقات عندي في الصف، يعني انا عندي هاد الحد بركة مثلا. شوفوا لاحظوا مزيان شو غادي ديروا هنايا، هنايا الفوق لاحظوا هنا شتو، غادي نجيبو هنايا بغرزة وحدة، غادي نشدو وغادي نزيرو ديك الساعة مزيان تتوصل التوب للعقيقة، شتو غتوصل التوب للعقيقة صافي، يعني ما بقى معاد نزيدو نجبدو كتر صافي، شتو. دابا شنو غادي ندير، غادي نحبس الخدمة ديالي بهاد الغرزة، ما غنزيدش الغرزة الثانية، فهمتوني، يعني بهاد الغرزة الاولى بحال اللي هنايا شفتو. دابا عين لاحظوا مزيان، غادي نقطع دابا انا التوب ديالي وغادي نطويه على حد هاد الغرزة وعلى حد هنا هاد الغرزة الاخيرة، وغنرجع معاكم باش نوريكم كيفاش غادي تمشيو في اول سطر يعني بالخدمة مساوية مع التوب. انا رجعت معاكم بعد يعني ما ريقلت السطوق ديالي نسطوق ونبلتو. دابا غنكملو انا وياكم الخدمه ديالنا. كما كتلاحظوا بالنسبه للغرز اللي كان وقع لكم القاعده فيها اشكال، يعني وتطرحوا عليا بزاف ديال التساؤلات، والمشكل الاخوات كيتسائلوا وما عندهم يعني الاجابه، يعني كناخذوا نفس العدد ديال العقيق بالنسبه للهبطه، مثلا 8 العقيقات 8 عدد 8 كندوبلو، كندوبلو ديما وننقص واحد، يعني 8 زائد 8 16 ناقص واحد هي 15. دونك غادي نعمر 15 الغرزة دراندا باش غادي يعمروا لي فيها مثلا 8 العقيقات، تفهمنا يعني قاعدة مفهومة وبسيطة. بالنسبه للستوك كما شفتوا ما كنحتاجوش الغراز نهائيا او الحساب او العدد، كنحسبوا فقط العدد العقيق اللي بغينا نطلعوا به من الستوك ديالنا. الا كان سامبل عندنا الاختيار نطلعوه في اي عدد كان فيه الزواق
وهذه هي الحاجة اللي نتطرق لها إن شاء الله في الفيديو المقبل. لكن في الزواق يعني كناخدو الرشمة هي الأولى وكنحسبو شحال فيها د العرض من عقيقة مثلا أو من كارو، ويعني وكنجيو نطبقو ديك الساعة العدد يعني في سميتو هنايا في السوق يعني بالالوان وبالزواق. ان شاء الله غادي نوريكم يعني كل شيء ونوريكم الخدمه ديال الكمام. دابا كما كتشوفوا هذه هي الغرزه اللي حبست فيها هنايا، شفتوا؟ غادي نجي لهنايا بحال هكا حداها النيت، غادي ندير الغرزه الثانيه بحال هكا، شفتوا؟ ودابا انا اصلا حبست ديما هنايا في نص الطوق باش تفهموا العدد اللي غادي تحبسوا فيه. بحال انا بغيت مثلا 10 د العقيقات، 10 د العقيقات غادي نخدم 9 د العقيقات غادي نحبس، لان 10 في الزياده هي اللي غادي تركب دابا هنايا في هذا اول صف ديال يعني اللي غنمشيو بيه يعني مسرحين. باش نكونوا متفاهمين قلنا هنا عندنا 8 د العقيقات، دابا في هذا الصف هنايا غيرجعوا 9 د العقيقات. دونك انا هنا في الاول هذا النسطق بغيتو اصلا في الاول 9 د العقيقات وحبست حد 8، بغيتو ب10 غنحبس حد 9، بغيتو ب11 غنحبس حد 10، بغيتو ب12 عقيقة نحبس حد 11 عقيقة، يعني وهكذا باش تكونوا فاهمين. دابا غادي نكملو الخدمة ديالنا على بركة الله. غادي ناخد العقيقة، غادي نجي هنا أول حاجة شتو غادي ندير العقيقة، غادي نرجع فيها بحال هكا. دابا من هنا الفوق الخدمة ديالنا غادي تولي تسرح لنا. دابا غنكملو هاد الصف يعني كل شيء مفهوم. شتو بلا يدي بلا والو كتشد هي بلاصتها، غير حاولوا كما قلت لكم تديوها هكا وتجيبوها هكا باش الغرزه اذا كانت كبيره كضيق يعني كترجع العبار المناسب ومتساوي مع اللي سبق. هانتوما كنرجع الابره، هانتوما كنجبد الفوق في الاول حتى كنشوف العقيق الداحس، وكنرجع نجبد لتحت في نفس الوقت. يعني دي حاجه باينه. غادي نستمر نفس الشيء هكا. شو الخدمه ديالك كتجي غزاله والحرير غادي خط في وسط منها ومسربية، كنطلع بالعقيق ونهود بالعقيق في نفس الوقت، يعني ابتكار يعني وإبداع في المستوى. كنتمنى يلقى التشجيع يعني اللي يستحقه منكم والتقدير ليه، لأنه عمل يعني ماشي سهل. إنه حيدنا دابا المشكل ديال السبيب وديال التلصاق ديالو ديال المرمى وديال آلة المرمى اللي ما متوفرالوش وكلشي داك الصعوبات، يعني تهنينا منهم يعني بهاد الخدمة الجديدة. ان شاء الله يعني من هنا فصاعدا بغيتكم تخدموا بها. وعندي الجروب يعني مجموعة ديال الاخوات عندي في الجروب في الفيسبوك، جروب فن خياطة الرندة والتنبات عند والطرز والتنبات عند المعلم زهير. يعني اللي ما كتعرفش الجروب دخل الفيسبوك ويعني ودخل الجروب. وبغيتكم تحطوا يعني التطبيقات ديال اي خدمة حطيت لكم جديدة، لهذا كنطلب التتبع ديالكم دائما، لانني كنبغي نشوف تطبيقاتكم ونشوف اللي عنده شي خطأ في اي حاجة نصلحوه، يعني باش ياخد الخدمة وعلى حقها وطريقها من البداية. وكنرحب بالجميع وكنتمنى التوفيق للجميع. هانتوما هادي اخر عقيقة هنا في هاد الصف، يعني لاحظوا دابا شنو غادي ندير. عادي دابا غنمشي في الخدمة ديالي ولكن غنعطيها حقها
يعني هنايا غادي مبعدش بزاف وما غادي نقربش عاوتاني بزاف، شتو؟ غادي نجي هنايا غادي ندير غرزة ثانية، يعني كل شيء واضح دابا وباين. غادي نطلع بالحقيقة، غادي نشد هنا، يعني ما نجيش نشد هنا بحال اللي غادي نزيد، لا غادي نشد هنا بين جوج عقيقات الاخيرين، غادي نرجع نفس الشيء، يعني هي شدات بلاصتها يعني ببساطة وبكل سهولة. غادي نستمر انا في الخدمة بحال هكا، كنتمنى يكون الشرح واضح ومفهوم وتكونوا استفدتوا معايا يعني في هذا الفيديو. ان شاء الله يعني دائما الجديد كما وعدتكم، وكان وعدكم دائما وانا عند الكلمة ديالي وعند الوعد ديالي، لان عقلي عامر الحمد لله بحوايج زوينة وعمرها ما خرجتش للوجود، وكنبغي يعني نطبقها معكم ونشاركها معكم لأول مرة باش تنتوما يعني تطبقوها وتخدموا بيها وتسهل الأمور. يعني دائما حنا مع البساطة والسهل. إن شاء الله يعني دائما نجددوا يعني في الخدمة والصنعة ديالنا التقليدية المغربية الأصيلية، باش يعني تبان في وجه يعني حسن وأبهى من يعني من اللي كانت سابقا، ونزيد يعني بها في القدام. وإن شاء الله يعني غادي نوليو نخدمو يعني حويجات يعني راقيين، واللي شافهم يعني يعجبوه ويشكر يعني الخدمة ديالنا الحرفية اليدوية المغربية والصناعة التقليدية عامة. تحية لكل صانع وصانعة وحرفي وحرفية، كنتمنى لهم التوفيق والنجاح والاستمرارية والازدهار. الله يوفق كل واحد يا رب. هانتوما يعني وصلت دابا للعقيقة الأخيرة في هذا الصف باش غادي نمشي في الخدمة ديالي كما وريتكم في الفيديو السابق عادي. فهمتوا؟ هنا غادي ندير الغرزة الأولى، ولكن هنا أنا غادي ندير باش نبدل الفتلة بين هاد جوج غراز، شفتو؟ غادي ندفن الفتلة باش السريفة غتجيني هنا بلاصة الغرزة الثانية، وغنكمل عادي بحقيقة هنا وغادي نهود. وصلنا لنهاية الفيديو، كنتمنى يعني يكون كل شيء مفهوم وما تكونش عندكم يعني شي مشكل. إذا كان شي حاجة يعني اكتبوا لي في التعليقات ديالكم إن شاء الله، وأنا راني كنتجاوب معكم كنقرأ كل شيء. وسمحوا لي إذا ما جاوبش، راكم كتشوفوا الكم الهائل يعني ديال التعليقات، وهذا الشيء شرف ليا يعني، كيزيدني حماس وتشجيع وكنفرح ربي اللي عالم. واللي عنده شي حاجة راني كنوضحها لكم في الفيديو، وإن شاء الله إذا اقتضى الحال كاع نجمعوا الأسئلة ونديروا فيديو خاص الأسئلة، ويكون يعني على وجه السرعة باش كلشي يلقى أجوبة لأسئلته ويبقى عنده حتى شي مشكل أو إشكال. هانتوما الخدمة ديالنا كي كتطلع يعني كتطلع شي حاجة راقية ومميزة، هانتوما حتى في الشوفة حتى في النظرة ديالها. بصحتكم وراحتكم، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله مع المعلم زهير.